مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. المادة التربية الإسلامية، المرحلة الثانوية للصف العاشر. عنوان درسنا التقوى وحسن الخلق. حديث أبي ذر، شرح وحفظ. الحصة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أعزائي الطلبة، يتوقع منكم استيعاب الأهداف الآتية. الهدف الأول، وهو أن يعرف التقوى ويتبين علاقة التقوى بالوصية الأولى. ثانيا، أن يبين أهمية التقوى وثمراتها على المتقي. وثالثا، أن يوضح الوسيلة لتكفير الذنوب وفضائل حسن الخلق والفوائد المستفادة من الحديث الشريف. قبل أن نبدأ عزيزي الطالب بتوضيح وشرح هذه الأهداف، إليك التهيئة لربط الدرس الحالي بالدرس السابق. فكر وتذكر فيما يطرح من أسئلة. أولا، عرف براوي الحديث من حيث اسمه ونسبه وكنيته. راوي الحديث هو جندب. اسمه وكنيته ونسبه هو جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. عرف براوي الحديث من حيث فضله ومكانته. أما فضله ومكانته أعزائي الطلبة، فهو من كبار الصحابة وزهادهم، وأول من حيى رسول الله بتحية الإسلام، وصحب النبي عليه الصلاة والسلام حتى وفاته، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الحق ولو كان مرا. السؤال الثالث، فسر المفردات الآتية. اتق الله بمعنى اتقي عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. خالق الناس، أي عامل الناس معاملة حسنة. بعد هذه التهيئة أعزائي الطلبة، إليكم الهدف الأول. نقوم بتعريف التقوى، ونبين علاقة هذا التعريف بالوصية الأولى الواردة في الحديث الشريف. قبل ما نبدأ بذلك، نقرأ الحديث الذي أمامنا. عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اشتمل الحديث على ثلاث وصايا. ما هي هذه الوصايا الثلاث؟ الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت. والوصية الثانية، وهي وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والوصية الثالثة: خالق الناس بخلق حسن. نبدأ بالوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت. عرف التقوى. ما المراد بالتقوى عزيزي الطالب؟ التقوى هو فعل الواجبات وترك المنهيات واجتناب الشبهات في السر والعنن. اذكر ما جاء من وصية رسول الله لأبي ذر في التقوى. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينصحه ويوصيه: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته.
افتح الكتاب على صفحة 37 من فقرة زدني انتبه للقراءة. عرف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود التقوى في تفسيره لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته بقوله، عرف التقوى بقوله أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فلا يكفر بمعنى معنى كلام عبد الله بن مسعود وهو يشرح معنى التقوى، لابد أن تطيع الله عز وجل ولا تعصيه، وأن تذكر الله تعالى في كل حين ولا تنساه، وأن تشكر الله تعالى على نعمه ولا تكفر النعمة. الهدف الثاني أن يبين أهمية التقوى وثمراتها. أهمية التقوى، الوصية بالتقوى وصية عظيمة، فهي من أهم أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وتظهر أهمية التقوى فيما يلي: التقوى أولا وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن أول أمر في أهمية التقوى وهو أن التقوى وصية الله لجميع الخلق الأولين والآخرين منهم. ثانيا التقوى خير لباس المسلم، والدليل عليه قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وثالثا التقوى من أهم ما يتزود به المرء في دنياه ليفوز بأخراه، قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أقلب الصفحة عزيزي الطالب وتابع معي ثمرات التقوى من صفحة 38. للتقوى ثمرات كثيرة، نذكر بعضها. قال تعالى فإن الله يحب المتقين. من ثمرات التقوى المستنبطة من هذه الآية محبة الله تعالى. ثانيا قال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. الثمرة المستخلصة من هذه الآية معية الله، أي أن المتقي لله الله تعالى يكون معه. معية الله أي أن الله يكون معه فيحفظه ويستره ويسدد خطاه. ثالثا قال تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات. من ثمرات التقوى المستخلصة من هذه الآية الفوز بالجنة. رابعا قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. الفائدة والثمرة المستخلصة من الآية قبول الأعمال الصالحة من المتقي. خامسا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وفي آية أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الفائدة المستخلصة من الآية تيسير الأمور وتفريج الكروب، الذي يتق الله ييسر الله تعالى أمره ويفرج عنه كروبه ومصائبه. سادسا قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. الفائدة المستخلصة من الآية تكفير السيئات، من وسائل تكفير السيئات تقوى الله عز وجل. وسابعا وأخيرا قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله.
الفائدة المستخلصة أن اكتساب العلم النافع يكون بتقوى الله. بعد ما ذكرنا ثمرات التقوى، افتح أو تابع معي على نفس الصفحة على هذا النشاط، النشاط أشارك وأستنتج. ما أثر انتشار خلق التقوى في طهارة المجتمع ونقائه؟ لا شك أن التقوى إذا انتشر في المجتمع يكون له آثار طيبة. ما هي هذه الآثار؟ لعل من بين الآثار الكثيرة أن الجرائم تقل في المجتمع، وأيضا يسود العدل والتسامح والإخاء بين أفراد المجتمع، وأخيرا يتعاون الناس على فعل الخير. التقويم من أجل التعلم. حتى نستوعب ما ذكرناه، نستنبط الدلالة من خلال الآيات القرآنية المعروضة أمامك. طيب، على ما تدل هذه الآيات؟ فإن الله يحب المتقين. ها عزيزي الطالب، على ما تدل الآية؟ ما الفائدة، ما الثمرة المستخلصة من هذه الآية؟ فإن الله يحب المتقين، محبة الله. قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا أن الله مع، إذن ما هي الثمرة؟ هي معية الله، أي أن الله يسدد ويوفق المتقي. ثالثا يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. الثمرة المستفادة قبول الأعمال الصالحة من المتقين. واتقوا الله ويعلمكم الله. ما الفائدة المستفادة؟ ما هي الثمرة والفائدة؟ واتقوا الله يعلمكم الله. ممتاز، اكتساب العلم النافع. بعد هذا أعزائي الطلبة ننتقل إلى الهدف الثالث، ونوضح وسيلة تكفير الذنوب الصغائر في الوصية الثالثة، وفضائل حسن الخلق. الوصية الثالثة وهي: وخالق الناس بخلق حسن. ما الرابط بين الوصية الثانية وخالق الناس بخلق حسن؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما الرابط بين الوصية الثانية في الحديث وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين؟ الجواب وهو: قد يترك العبد بعض المأمورات الذي أمره الله تعالى كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، أو يرتكب بعض المحظورات كعقوق الوالدين، وأيضا أنه يقع في كلام في أعراض الناس. فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وأتبع السيئة الحسنة. وأمره الله تعالى في هذه الآية: وأقيم الصلاة طرفي من النهار. أمره الرسول إذن في الحديث، وأمره الله تعالى في هذه الآية، بمحو هذه السيئة، وذلك بأن يتبعها بالحسنة. إذن عزيزي الطالب، إذا وقعت في سيئة ومعصية وتقصير، فما عليك إلا أن تفعل الطاعة وتأتي بالحسنة كي تزيل تلك السيئة وأثارها. ما المراد بالسيئة التي تمحوها الحسنة؟ هل كل السيئات تمحوها الحسنات؟ لا يا ابني، ليس كل السيئات، وإنما الذنوب الصغائر. أما الذنوب الكبائر وهي تسمى بكبائر الذنوب فلا تكفر إلا بشروطها. إذن ما هي السيئة التي تمحو الحسنة؟ هي الذنوب الصغائر.
ما شرط أنها تكفر هذه السيئة؟ شرطها عدم الإصرار على الفعل، لا تصر على فعل تلك المعصية. افتح الكتاب عزيزي الطالب على صفحة 39 واستنتج من هذا الحديث الذي أمامك. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. إذن ما هي مكفرات الصغائر الذنوب في الحديث؟ الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصيام رمضان. فصلوات الخمس بين الصلاة والصلاة فهي تكفر الذنوب الصغيرة، ومن الجمعة إلى الجمعة تكفر أيضا الذنوب الصغيرة، ومن رمضان إلى رمضان أيضا يكفر الذنوب الصغيرة. أما الكبائر مثل ما قلنا فلها شروط خاصة وموضوعها يحتاج إلى تفصيل أكثر. طيب، الوصية الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. علل إفراد الخلق الحسن بالذكر في الحديث، وهو من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به. لماذا الله تعالى أفرد الخلق الحسن بالذكر في هذا الحديث؟ للحاجة إلى بيانه. بما عرف عبد الله بن المبارك حسن الخلق؟ قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى معرفا حسن الخلق: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه يعني الابتسامة، وبذل المعروف بمعنى العطاء والمساعدة الناس وفعل الخير، وكف الأذى أي أن لا تؤذي الناس لا بلسانك ولا يدك ولا بأي شكل من الأشكال. إذن هذا معنى حسن الخلق: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. من صفحة 40 عزيزي الطالب أقلب الصفحة وتابع معي من فضائل حسن الخلق. حسن الخلق أبناء الأعزاء إذا ما تمثلت في شخصية المسلم فيكون من أعظم النعم التي ينعم بها هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه سينال فضائل عظيمة. من بين هذه الفضائل، تابع معي عزيزي الطالب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بمعنى من فضائل حسن الخلق الذي يتمثل بالأخلاق الحسنة في أعماله وتصرفاته، هذا دليل على كمال إيمانه، على أنه مؤمن حقا. ثانيا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بخلقه درجة الصائم القائم. نستخلص من هذا الحديث ونستنتج منه فضيلة حسن الخلق، وهو أنه يبلغ العبد أن يبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ثالثا، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى أفضل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة وتثقل به موازينه، إذن فمن ثقلت موازينه فهو إيش؟ فهو في عيشة راضية. إذن أفضل ما يوضع في الميزان ويثقل به الميزان هو حسن الخلق. رابعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. إذن حسن الخلق سبب لدخول الجنة. رابعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال: أحسنكم خلقا.
بمعنى أحب الناس وأقربهم مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة من كانت أخلاقه حسنة. طيب تابع معي على صفحة 40، ما الذي تتوقعه في هذا النشاط؟ ما الفوائد التي يمكن أن تعود على كل من الفرد والمجتمع حال انتشار حسن الخلق؟ يتوقع الاحترام والتقدير المتبادل بين الناس، وكذلك التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع. التعلم الذاتي، حاول عزيزي الطالب أن من فقرة أشرح الحديث الشريف بأسلوبي، حاول أن تلخص هذا الحديث بوصاياه الثلاث في ثلاثة أسطر. التقويم من أجل التعلم، طيب من فضائل حسن الخلق أنه دليل على كمال الإيمان، يبلغ الإنسان بحسن الخلق درجة صائم القائم، وأفضل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة هو حسن الخلق، ويكون حسن الخلق سبب لدخول الجنة. هذه بعض من فضائل حسن الخلق. الدروس المستفادة من هذا الحديث: أولا، الحرص على تأدية الحقوق الثلاث، حق الله وحق النفس وحق الناس. ثانيا، وجوب تقوى الله في كل مكان وزمان وفي السر والعلن. ثلاثة، رحمة الله بعباده في تكفير سيئاتهم، وهذا من رحمة الله تعالى على العباد. ومن الفوائد المستفادة وجوب التعامل مع الناس بحسن الخلق، بحسن الخلق. وصلنا عزيزي الطالب إلى الغلق الختامي لهذا الدرس، ومن صفحة 42 أجب على فقرة أنظم تعلمي. يتضمن الحديث ذكر ثلاث وصايا أكتبها، ثم أذكر أيضا أهمية التقوى، ثم فضائل حسن الخلق أذكر ستة منها. حل أسئلة التقويم: أكتب معاني المفردات والتركيب، الجواب عن السؤال الأول: اتق الله، خاف عذابه، وأتبع: الحق حيثما كنت في أي مكان أو زمان كنت فيه، وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس معاملة حسنة. السؤال الثاني: اشتمل الحديث على ذكر ثلاث وصايا، وهي حق الله، حق النفس، وحق الناس. ثالثا، عرف التقوى وحسن الخلق: التقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات واجتناب الشبهات في السر والعلن، وحسن الخلق هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى كما عرفه عبد الله بن المبارك. السؤال الرابع: وجه الدلالة أو بين وجه الدلالة في النصوص الشرعية الآتية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حسن الخلق دليل على كمال الإيمان. وقال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وجه الدلالة من الآية أن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. السؤال الخامس: لماذا أو علل إفراد الخلق الحسن بالذكر في الحديث؟ للحاجة، الجواب: للحاجة إلى بيانه. وأخيرا سادسا، أذكر أهم الفوائد التي تعلمتها من الحديث. قلنا: وجوب التقوى في كل زمان ومكان، التعامل مع الناس بأخلاق حسنة، وتكفير السيئات يكون بفعل الحسنة وبرحمة من الله. بهذا أعزائي الطلبة نكون قد أتممنا هذا الدرس شرحا واستوفيناه توضيحا، وشاكرين لكم حسن الاستماع والمتابعة، وإلى دروس قادمة بحول الله تعالى نلقاكم بموفور الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.